Iyi bir şey yapamaz dediler. السلام عليكم معكم مشجع ديال حسنيه تكادير ويا الله سالات المباراه ديال حسنيه تكادير الوديه ضد فريق الاتفاق المراكشي وكانوا مباراه عباره عن اربعه اشواط 25 دقيقه في كل ماتش. يعني في اطار يعني التعاقد مع المدرب الجديد شنو الانتظارات ديالكم كجماهير سوسيه؟ الانتظارات ديالنا هو ان شاء الله نحتلوا احد المراكز الثلاث الاولى في البطوله البروميان ولا الدوزيام ولا التروازيام باش نشاركوا ان شاء الله في لافريك العام الجاي. هاد العام الصراحه ما كنتسناوش البطوله بين الفرقه تحيدوا عليها الكريديات ولعبوا على المراكز الثلاث الاولى والعام الجاي ان شاء الله نشوفوا البطوله. وكما كنشوفوا باكيتا راه مدرب كبير. يعني كيجاوبكم هاد الانتدابات اللي قام بها الفريق؟ الانتدابات دابا واحد اللي كينطشطش هو اللي كاين مزيان، الاخرين مازال ما شفناهم ولعب القلعي ما بانش ليا مزيان، ما دارش شي حاجه كبيره. واللاعبين الوافدين الجديد الخمسه الاخرين راه ما لعبوش اليوم. وكنتمنوا ان شاء الله العام الجاي يتحسن المستوى ديال الحسنيه وما بيناش كيما طرا هذا العام نفسه على الباقه ديال الدوره 29. هذا الشيء ماشي ديال الحسنيه وكنتمنوا ان شاء الله خير. يعني اللاعبين ديال فريق الغزاله السوسيه الرساله ديالي للاعبين هما يتقاتلوا. هذا العام راه ما كاينش باقي المشكل ديال الماده، هذا العام تحل المشكل ديال الماده، كاين الفلوس. يعني اللعاب هذا العام ما عندهم حتى شي حاجه حتى شي عذر من غير يلعبوا معنا ويتقاتلوا ان شاء الله يجيبوا لنا شي فرق شي 3 بوان في كل ماتش ان شاء الله. والميتشان ديال الدراري ما بيناش نخسرهم كما ذاك العام خسرنا بزاف ديال الميتشان وهذا الشيء كاين. شنو ممكن تقول لي بخصوص يعني الانتدابات الجديده والانتظارات ديالك يعني الموسم المقبل؟ الحمد لله اللعابه زوينين كما قال لي الصديق كاين طشاش لعاب زوين جا سيفتي العالمي ان شاء الله ننتظروا منه يزيد بالفرقه اللي قدام شحال من لعاب ان شاء الله وان شاء الله هذا العام نلعبوا على البوديوم ونشاركوا العام الجاي في لافريك ان شاء الله. شنو الرساله اللي توجه ربما للاعبين يعني الجدد او الوافدين الجدد للفريق؟ الوافدين الجدد واللعابه كاملين كنقول لهم باش يتقاتلوا معنا القتاليه على الثوني ويربحوا لنا الميتشان ما يضيعوش لي بوان على هكاك بحال ذاك العام باش ما نبقاوش حتى الاخر عاوتاني نبقاو ضمان البقاء. مينا نلعبوا على المراكز الثلاث الاولى وان شاء الله يكون خير يكون خير هذا العام. شنو تقول للجماهير يعني السوسيه باش انها تساند يعني الفريق ديالها لان ربما شفنا الموسم الفريق كان واحد الموسم اللي كارثي. نعم شفنا ربما ايضا كانت واحد الازمه بين الفريق والجمهور. ان شاء الله هذا العام الجمهور كنتمنى من الجمهور يحضر بكثافه ويساند الفريق ديالو في الازمات وان شاء الله يزيد بالفرقه اللي قدام ان شاء الله. بسم الله قبل كل شيء بعدا تفرجنا في الماتش شفنا التحركات اللاعبين شفنا المدرب يعني تخلصنا من ذاك الكابوس ديال الكره الطويله ولينا نشوفوا كرات قصيره تيكي تاكا مع المدرب الجديد وان شاء الله كنتمنوا الانتدابات تكون وزينه وما يطراش لنا نفس السيناريو ديال العام اللي فات اللي نفسنا على البقاء الاخر لدقيقه 90 كما كنقولوا وان شاء الله كنتمنوا المدرب يعطي شي اضاء. ربما متفائلين يعني هذه السنه يعني هذه الانتدابات وهذا المدرب الجديد ان شاء الله داك الشيء اللي كنتسناو كاملين الجماهير السوسيه كامله كتسنى هذا اللقب اللي دام اكثر من 20 عام. يعني كنتسناو المدرب يدير التحركات ديالو وحنا راه كجمهور اللي علينا غنديروه غنساندوا الفرقه حتى الدقيقه 90 هذا الشيء اللي كاين اخويا. شنو ممكن تقول لي اخويا بخصوص يعني هذه الانتدابات الجديده وايضا ربما شنو الرساله ديالك يعني للاعبين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم الانتدابات لحد الان بانت لي انتدابات متوازنه. المدرب جديد باكيطا قام بانتدابات زعما تكون مزيانه وكنتمناو منهم يقدموا اضافه للفريق وكنتمناو منهم يتقاتلوا على التوني ديال الحسنيه حيت هو توني غالي وبغينا الحسنيه دير شي حاجه في هذا العام هذا. حنا كنتمناو غير البوديوم 3 بلاص الاولى وعلاش لا ندو كاع البطوله راه قادين عليها وراه الجمهور السوسي راه كبير وكاين في جميع جنبات البلاد وراه قادر يحقق هذا سميتو اللقب هذا. سيفركوس اشو ممكن تقول لي بخصوص يعني التعاقد مع المدرب الجديد وايضا هذه الانتدابات الجديده واش انتم متفائلين يعني الموسم المقبل؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لهذا المنبر ومن هذا المنبر راك شتي كل شيء كاين التفاؤل ولله الحمد كاين التفاؤل بنسبه كبيره وكبيره وكبيره جدا. الجميل في الامر اننا لعبنا اليوم مباراه وديه اللي كتقسم تقريبا اربعه ديال الاشواط شتي النتيجه ديال الانتصار
جوج لواحد اتفاق مراكش، ماشي شي فريق يعني فريق واقف تبارك الله عليه. وكما قال الادمين السي احمد ولد يتملول، كاين شنو بانك في الانتدابات الجديده اللي حدود اللحظه اللي قام بها الفريق، يعني واش غادي تعطي واحد الاضافه للفريق، غادي تعطي اللمسه ديالها، ربما غادي نشوفوا ربما التوهج يرجع للفريق الغزاله السوسيه هذا الموسم؟ اكيد باذن الله عز وجل اللي كنتمناه هو انه هاد الانتدابات اللي كاينين يعطيو، مازال ما نقدروش نحكموا دابا، غاديش نحكموا من خلال مباراه وديه الاولى من نوعها او لا من التدريب، من خلال التدريب غادي نحكموا من خلال المباراه الاولى الثانيه الثالثه حتى الخمس مباريات، عاد نحكموا على كل لاعب من خلال المردود ديالو، شنو اللي اعطى، الاهداف، التمريرات، الدفاع، وسط الميدان، كل واحد من البوست ديالو. لكن الجميل في الامر اخويا احمد هو التفاعل، راك شفتي الحضور الكبير ديال الجمهور اليوم هنا في هذه المباراه اللي هي وديه، كاين الحضور الجماهيري وكاين التفاعل، الناس متفاعلين. الجميل في الامر شفنا لمسه لاتينيه برازيليا، يعني شد كره توصلك دو سيكوند خصك تطلقها بتمريره قصيره او لا طويله، ولعبت تقريبا كما قال السي احمد خونا كاينه لمسه ديال باكيتا، بدات كتبان اللمسه ديال باكيتا، وهذا راه غير دوزيام ايكيب، اختلاف اللغه اكيد، يعني كما كتشوفوا يعني تقريبا الميساج كيوصل من عند المدرب لعند المترجم ومن المترجم للجناني، تبارك الله عليهم راه خدامين. الجمهور شنو الرساله ديالك اليوم للجمهور؟ ربما الفريق بدا كيرجع يعني التوازن ديالو، اشنو تقول للجمهور باش انه يساند الفريق الموسم المقبل؟ الجمهور هو انه هاد الناس هادو عطاونا واحد الامل كبير، يعني ملي كنقولوا الناس كنقولوا الناس ديال الاداره ديال حسنيه اكادير، كل واحد بالسميه ديالو، والناس اللي كيدبروا الشان العام ديال هذه المدينه العزيزه الغاليه، عطاونا واحد الامل كبير بانه غادي يكون واحد فريق قوي، عندنا واحد مشروع، عندنا واحد الهدف، وهذا الهدف هذا نقدروا نوصلوا هذا العام، هذا نقدروا نوصلوا للعيمان الجايين، يعني جوج المواسم ثلاثه المواسم نخدموا عليه ونتقاتلوا عليه. ورساله للجمهور، بغيت ادرار في كل مباراه يكون اوموا 20000 ديال الحضور هنا، غادي نحفزوا اللاعبين اللي بدل المزيد من المجهود، وكنتمنى خير للغزاله، خانوني الكلمات هنايا، وكنتمنى خير للغزاله، وليكن شعارنا التفاؤل، 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 هذا ما كان جايين.